وجاوبت صح ولا غلط؟ أول تعدى المركز هذا. والله زين تبي تقرب قرب. جاوبت صح السؤال الذاكرة الأخير؟ لا اللي قبله. حلو. زين أعطونا سؤال موسى واللي يقول صورة الشيخ الغالي جدا عبد العزيز الزهراني أبو غلا في فقرة روح. كم هو تطبيق تواصل اجتماعي للوقف؟ كم في صورة تطبيق؟ ركز. إجابة سهلة جدا لأن طبيعي اللي بسألك عن يعني أشياء تفاصيل وهذه من ضمن التفاصيل الواضحة. ركزت على أدق التفاصيل. أيها أنت ركزت على أدق التفاصيل وخليت التفاصيل الظاهرة. اثنين ثلاثة أربعة. هو في الراجحي تقريبا الأهلي. طيب الراجحي والأهلي تطبيق تواصل؟ تطبيق تواصل. إيه. لا 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 لا. خمس ثواني. ثلاثة. ثبت. إيه. ثبت على ثلاثة. ليش؟ كم فيها أساسا تطبيق؟ الواتساب. أعطوني الإجابة. أربعة. صح. متوج. يعني تستاهل تستاهل. أنا راح بالي على المصارف. ها أي شفت. تذكرت إن الشيخ ما قال للراجعي. أيوة. زين السؤال التالي المعاذ الغرامة من فريق وشي والكرات الكرات الملتهبة ولا النارية؟ كرات الملتهبة النارية. ها الكرات الملتهبة ملتهبة من أول يلمي. جاهز السؤال ترى ذاكرة برضو ذاكرة تبي تقرب؟ سؤال معاذ الغرامة يقول صورة بعدها بشوف الروشن هذا برنامج رمضاني قادم بإذن الله ما يحوز على رضاكم. مكون من 10 متسابقين من مخرجات الواقع. السؤال يقول أكمل رمضان مع الواقع أجمل أفضل أحلى. مكتوب إيه بالصورة كان؟ إيه أسفل الصور موجودة تحت. رمضان مع الواقع أجمل أفضل أحلى. والله دققت كل شيء هو كلهم صح ترى بس نبي المكتوب في الصورة. دققت كل شيء إلا الكلمة دي. طيب عندك شيء ثاني عندك تروق؟ ما رميت إذا رميت لكن الله رمى أجمل. أجمل أجمل ثبت ثبت على أجمل واللي هي أعذروني إذا هي خطأ يا شباب والله ما دققت فيها. هو تعذر من بدري يحسب انها خطا وانا اقول صح فما ادري عن الكنترول. انت ايش تقول؟ انا اتوقع صح ان شاء الله. نقول ان شاء الله. خلنا نسمع. سمعونا صح. تستاهل تستاهل يا احمد الشمري. استانست ان السؤال هذا جاء لاحمد الشمري الان. قل ليش؟ لان ما اذكر ان جاك ذاكره صح؟ سؤال ذاكره ما جاك صح؟ لا. حلو لانه برضو ذاكره هذا. طيب تقرب زود ولا هنا؟ لا خلاص. ركز يا ابو محسن ويا ابو محسن الصوره واحد اثنين ثلاثه. خير. ها ابو محسن 5-8. كم علامة استفهام بالصورة؟ يا خيال وين يا عزيز؟ كم علامة؟ انا كذا ركزت عليها الا هذه. شفت؟ الفلية هذه. للاسف ان هذا ال الثاني. حلين مطولك. كم علامة استفهام؟ 3-4 5. أعطني هنت باقي 20 ثانية.
والله ما ادري 1 2 3 4 5 6 7 والله ما ادري يا عزيز ايش تبي نجاوب على عمك خلينا نجاوب يا رب خمسة لا أربعة ثلاثة خمسة اي خمسة 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 أربعة ثلاثة قل ثبت 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 وين ثبت ثبت ثلاثة قلنا ثبت على يا منك نكبة ما ندري ان شاء الله انه ينحسب حلو حلو انه ينحسب يا رب وليد يقول لا يا نكبة بالله يا ولد هوني كم ضيعت انت كنت تقول خمسة يا اخو اعطونا الاجابة قلت ومشوري. خمسة قال لي غير لا قال كم قلت أربعة قال كم قلت ثلاثة لا عزيز تكفى والله اني بقول خمسة تكفى ليش ليه ضيع ليه والله العظيم اني بخمسة يا ربع تكفى عزيز تكفى والله اني بخمسة والله لا يبارك والله ما اقدر يا حبيبي الاتصال جاهز السلام عليكم مساء الخير وعليكم السلام الاسم الكريم غدي نعم غدي تمام السؤال يقول كم علامة استفهام في الصورة أربعة أو خمسة خمسة نثبت ثبت في حال أن الإجابة صحيحة تروح النقاط لمن فيصل بن طلال فيصل بن طلال عطونا الإجابة اعطونا الاجابه صحيحه ويستاهل فريق فيصل ابو طلال